اهلا وسهلا فيكم، معكم نرسر، واليوم عم جيب لكم طريقه لعب ستار وورز. مثل ما بتعرفوا ستار وورز باتل فرونت صدرت الاسبوع الماضي وانا كثير حبيتها، اعطيتها بمراجعتي 8.2 وفيكم تقروا المراجعه بالرابط بالاسفل. فباليوم بدي افرجيكم اياها. حقسم طريقه اللعب على 3 فيديوهات. اول فيديو حفرجيكم كل المراحل اللي بقلب التدريب اللي هي انا هلا عليها، وبكره حفرجيكم كل المراحل بقلب المعارك، وبعد بكره حنعمل لكم بث مباشر لطور اللعب الجماعي، وبعطيكم التفاصيل كله باسفل الشاشه، فشوفوا اسفل الشاشه لكل التفاصيل تاعوا كل الفيديوهات اللي حاعملهم. فيلا نبلش بالتدريب. هلا التدريب فيكم تلعبوه لحالكم او مع صديق اونلاين او حدكم بمسكه ثانيه وسبلت سكرين. والمبدا من هدول المراحل انه تقدروا بس تدربوا على كل المركبات اللي فيكم تسوقوها، مش لما تروحوا تلعبوا بطور اللعب الجماعي تعرفوا حالكم شو عم تعملوا. فيلا نبلش باول وحده وهي مطارده اندور. فاذا بلشت هلا مهمه مطارده اندور، وانا هلا عم بلعب على ميله الامباير اللي هي الميله الشريره طبعا، وعم بلعب بكوكب اندور الاخضر، وهو الكوكب اللي بيعيشوا عليه، ما بعرف اذا انتم حاضرين الافلام، بيعيشوا عليه. حلو، كثير كثير حلو انه بلش انا هذه المهمه بهالطريقه، بس يلا. بعيشوا عليه الكائنات الصغيره اللي اسمهم ايوكس، وهن معقول تفكرون انه ياي صغار ومهضومين وكل شيء، بس ما تنغشوا بمظهرهم لانه هن كثير خطيرين وكثير قاتلين. فاذا انا هلا عم بلحق الثوار اللي هن اعدائي، والمركبه اللي انا عم سوق عليها اسمها سبيدر بايك وهي كثير سريعة مثل ما انكم شايفين، وانا عم بحاول بفوت بالشجر، انا اذا بفوت بالشجر بموت طبعا. خبروني بالتعليقات مين منكم بحب سلسلة ستار وورز. اها قتلت واحد منهم، حاول ما اموت. اها فالحلو بهيدي المرحلة انه عم بتحاولوا تروحوا، يعني عم هي المركبة كثير سريعة وعم بتحاولوا تسوقوها بطريقة انه ما تفوتوا بشيء، بس نفس الوقت عم بتحاولوا تعينوا على الثوار لتقدروا تقتلوهم، فانه الشيء منه سهل. بس العالم اللي متعودين على السرعة، مثلا العالم اللي بيلعبوا العاب سباق كثير، يمكن ما حيستصعبوا هالمهمة قد ما انا مثلا عم بستصعبها. حلو، صرنا قتلين أربعة لهلا، وأنا قتلت حالي مرة واحدة بس. يه يه، مش عاطل. يلا. قتلت حالي مرتين هلا. في عندي اربع حياتات، يعني اذا في موت وعيش اربع مرات يعني هذا الشيء قبل ما يخسرون المهمه. ابصر اذا انا علي سمعتك، اذا انت اللي عم تفتح الباب. علي كان جاي ينقذني مثل ما عادته بيعمل، بس ما زبطت معه هالمره. اوكي، فهلا شوفوا شو حنعمل فيهم. حنصب لهم فخ، بنزيح كلنا المحل، بيفكروا هن انه اوكي زمطوا خلاص مش الحال، بفوتوا المركبه. فخلصنا اول مهمه، وهي المهمه اللي بدها تعرفنا على السبيدر بايك، ما بس على السبيدر بايك، كمان بدها تعرفنا على كوكب اندور وكيف معقول يكونوا الخرايط فيه. فهلا نحن خلصنا مطارده اندور، لنلعب هلا وادي بيجر، ما عم بعرف اقراها لهالكلمة. اوكي يلا نلعب بهالمهمة. نحنا عم نقود الاكس وينج، اللي هي مركبة كتير مألوفة من الافلام، ولازم نقتل مركبات الاعداء. هلا نحنا عم نلعب كال ريبوبليك اللي هي الفريق اللي بقيادة لوك وليا، اللي هن المناح مش الاشرار.
هلا انا سايقه كثير بحرب المركبات، فحاعمل قد ما في، بس اذا خسرت ما تكرهوني وما تمسخروا علي، بس هالقد. اوكي بلش. هلا هدول المركبات اسمهم تاي فايترز، وهن مركبات الاعداء، وانا بالنسبه لي واحده من احلى المركبات اللي شايفتهم بالافلام او الالعاب او اي شيء ثاني. يلا بس انه يموتوا. اوكي ها ايش رفقاتهم، بس فينا لهم في عندي هلا كمان قوات في استعملها اذا بكبس R1 او L1، وهي R1 هي مثل مدفع. هلا بكبس بعد شوي بس لاثبت على شيء مركبه، بيلحقها وبيفجرها، ما بعرف اذا شفتوا هالشيء. ومثل ما شايفين تحت على اليمين لازم يرجع يشرج لاقدر استعمله مره ثانيه. هلا خليه يشرج. في عندي كمان اذا بكبس على L1 بيعمل دفاع، ساعتها بطل يأذوني الضربات لفتره معينه. يلا موتي موتي. ها بعد في ثلاث وحدات لقتلهم او لنقتلهم انا وفريقي. الحلو مثل ما قلت، الحلو بكل هدول مراحل التدريب هي انه فيكم تلعبون مع صديق، فيكم تلعبون اونلاين، يعني اذا فيكم اونلاين او اذا قاعد حدكم على كنبايه فيكم تحطوا ماسكه ثانيه وتلعبوا بكل على الجماعة. سكوب سكرين. يلا هون اخر مكان. ها وهلا بتخيل بعد في كمان مرة. كمان مرة ما بعرف ليش كل شيء بالالعاب مقسم على ثلاث اجزاء، او بكون تعملوا شيء ثلاث مرات. بالالعاب القديم كان مثلا اذا في بوس فايت لازم تضربوه ثلاث مرات او شيء على طول، وهدول كل الثلاث ارباع المراحل مقسمين لثلاث اجزاء، ثلاث فوجات موجات من الاعداء، فوجات شو هالكلمة؟ ثلاث موجات من الاعداء. حميو الطاولة. ماتت؟ هلا بعد. اوكي هلا ماتت. نروح على وحدة ثانية. نستعمل هالمرة المدفع. نحط كمان الدفاع تاعولنا. فكمان مرة مثل ما شفتوا تحت على اليمين انه كل شيء بستعمله بياخذ وقت ليرجع يشرج لاقدر استعمله مرة ثانية. ما في استعمله قد ما بدي، لازم اعطي الامتي. فبهيك حالات لازم تستعملوه، يعني لازم تكون ذكية بكيف تستعمله. اها خلصنا. خلصت المهمة. فهيدي المهمة المبدأ منها انه تتعودوا كيف تستعملوا الاكس وينج، كيف تقودوا الاكس وينج، وشو هي القدرات تاعتها لهالمركبة لتقدروا انتم عم تلعبوها بطور لعب الجماعي تعرفوا كيف تستعملوها، كيف تقاتلوا اعدائكم باستعمالها. هلا الشيء الثاني اللي حنلعبه هو قبل الجانب المظلم حنلعب السيطرة.
فبمهمة السيطرة نحن عم نلعب كمان مرة تانية على جهة الامباير، ودارث فيدر متوقع انه يوصل على هذا البلد وعلى هذا الكوكب عفوا، وما بده يشوف اي من الثوار. فانا في عندي هيدي مركبة الـ AT-AT هي الكبيرة اللي عم طلع عليها انا، وانا عم قود مركبة اسمها AT-ST، فلازم خلي الـ AT-AT توصل على اخر الموقع او على اخر المنطقة تاعتي من دون ما تتفجر. ف حجرب اقدر قد ما في اعدي قبل ما نكون وصلنا. الـ AT-ST اللي انا هلا عم قودها في عندها كمان مدفعين في استعملهم، واحدة بتطلق مثل قنابل قطار، حجربها هلا مثل ما شفتوا، وواحدة بتطلق مدفع بيلحق مدفع يعني في بقلبه كاشف بيقدر يعرف الموقع وبيلحق الموقع تاعو الهدف تاعو له. فخلينا نكفي عشان نسيا هون انا اوصل كلياته. هلا انا عم بلعب بالبلاي ستيشن 4، بس يمكن اللعب بتلعب احسن، مع انه مثل ما شايفين الرسومات عن جد رائعه رائعه رائعه، بس يمكن اسهل اللعب تلعب على البي سي، بس انا التصويب بيكون اسهل، مع انه منا عاطله على البلاي ستيشن 4. يلا تعال. اها هلا في مركبات فضائية تهجم علي. في سيب علي المدافع تاعولي بس. لا تستشي واحد. اها صابتها. بس كمان مثل العادة لازم انطر لارجع استعملها. اه بدي استعملها مرة ثانية على 100%، لكن بسرعة بترجع بتشرج. صابتها. اوكي مين كان عم يطلع علي؟ هلا انا هيدا عم بلعب بكوكب اسمه سوليس، هو كوكب مثل ما بتشوفوا كتير كله نار وفي بقلبه كتير فولكانو براكين، يمكن هيدا جمع بركان. خبرونا بالتعليقات شو جمع بركان. هذول بنكب عليهم هيدا، بجربهم كمان بعد مرة. الحلو بهذه اللعبة انه بخليكم تلعبوا، يعني بخليكم تلعبوا كجنود الامباير وكجنود الريبوبليك كثوار، ففيكم تلعبوا بأي فريق بتحبوا. كفي لقدام. لازم أقتل هدول المركبات. وين الباقيين؟ يلا بسيطة، هلا برجع بشرج، برجع بسيبها. يس، اوكي. هون في وحدة. Thank you.
هلا على الخريطه تحت بحطوا لكم انه وين في اعداء لهدول الحمر، بس انا مش شايفه شيء. حلو، يعني قلت له كل العالم اللي عم تشوفوه، بما انه انا ما فيني عم شوف اي عالم. حاول شمال ويمين. حلو، خلصنا المهمة وصار يقدر لورد فيدر هلا يهبط لأنه بطل فيه ثوار مزعجة. فهي انتهت المهمة، وخلينا نشوف شو هي المهمة الثانية اللي حنلعبها. اوكي، بعد في مهمتين بدي افرجيكم اياهم، وحدة هي الغزو ووحدة هي الجانب المظلم، بس حبلش بالغزو لأنه الجانب المظلم كثير بحبها وحأتركها لآخر شيء. فيلا نبلش هالمهمة. اوكي، فبهذه اللعبة انا عم بتحكم بطائرة الـ T-47 وهي كمان واحدة من المركبات اللي بشوفوها من الفيلم، وفي عم بيهجموا علي AT-ATs و AT-STs اللي شفناهم بالمهمة اللي هلا لعبناها، بس نحن هالمرة على الجانب الثاني. فنحن عم نحاول نقاتلهم وهم عم بحاولوا يضربوا شو مولد الطاقة تعولنا مشان ما نقدر نهرب من محل ما نحن عم نهرب، وانا لازم احاول اقتلهم كلياتهم طبعا. هلا الحلو بهذه المركبه انه بتعمل حركات سريعه كثير لتقدر تهرب من هذول عم تشوفوني عم بعملهم لفوق وعلى جنب. والحلو فيها كمان هالمركبه انه سهل التحكم فيها اكثر بكثير من التحكم بالاكس وينج اللي كنت عم بلعب فيه اول شيء. بس هلا اهم شيء انه ما اقتل حالي بالغلط، لانه كثير بصير هالشيء لما العب فيها لهالمركبه. فلمحه سريعه عن كوكب هوث، مثل ما شايفين كوكب هوث هو كوكب جليدي، الثوار في عندهم بيس هونيك او مركز هونيك، واكتشفوا هذا الشيء جنود الامباير الشريرين، وقرروا انه بدهم يغزوا الموقع تاعولهم ليقتلوهم كلياتهم. فانا هلا عم بحاول دافع عن الموقع. والحلو فيها كثير هالمهمه انه يعني هذه مهمه شفناها 100% شفناها 100% بالفيلم. فكثير حلو انه هلا انا عم بقدر العب هالمهمه اللي حضرتها بالفيلم، ويعني هو واحد من اعز الافلام علي. فحاسه انه يمكن بيقربني اكثر على واقع او على عالم الفيلم. وينهم؟ مش عم بشوفهم. هي وعلى الطريقة اللي هن يعني قدروا يخلصوا حالهم فيها. فحضرني عم دمرهم. بس على عكس المركبة الثانية اللي هي مركبة الاكس وينج، هذه ما في عندها مدافع مهمة. يعني هيدي الباور ابس تاعولها او القوات تاعولها كثير بايخه، هي انه بس تسرع شوي لقدام، بينما هيدي كان في عندها مدافع هوا كان فيها استعملهم. فتت فيها كانت كثير قريبه، بسيطه دمرناها كمان. ومثل العاده في عندي 4 محاولات قبل ما يخلصوني المهمه لانه متت. هلا بعد في عندي وحده، فيكم تشوفون كمان تحت على الشمال دويرات حمر. كانت هاي اخر وحده. هلا الجزء الثاني، مثل ما قلت لكم كل شيء مقسم على 3 اجزاء، فالجزء الثاني من المهمه حيعرفونا على الاي تي اي تيز الكبار، وحيفرجونا كيف شو هي الطريقه اللي فيكم تتخلصوا منها. فاذا هذا هو الاي تي اي تي، كان قرب بسرعه عليه. ومثل ما بتتذكروا، يعني ما بعرف اذا بتتذكروا بالفيلم كيف هن قدروا يخلصوا منه، بنفس الطريقة مثل بالفيلم، انه بكون تركته شريط حول اجريه ليتفركش باجريه ويوقع. نفس الطريقة اللي بالفيلم، وانا هذا الشيء كثير مبسوطة فيه، لأنه يعني هذه
هذا المشهد كان مشهد كلنا متذكره وكان مشهد كثير قوي. فحلو كثير انه كان انه صار صار في عنا الفرصه نقدر نعمله ونشوف هن كيف كانوا عم يقدروا يعملوه وكيف كانوا عم يقدروا يختبروا هذا الشيء. فانا بالنسبه لي يعني انه كشخص معجب فيها للسلسله كثير حلو. وحتى اذا يعني اذا انتم منكم ما بتعرفوا السلسله او ما حاضرين الافلام كم تتسلوا لانه في كثير اشياء فيكم تعملوها. يعني انا بهالمهمات اللي هلا عم بلعبها شو شفنا اربع مركبات مختلفه فيكم تسوقون وبكل الطرق يعني تتصرف المركبات كمان بطرق مختلفه فيكم تعملوا اشياء مختلفه فيها للمركبات. ففي كثير اشياء تعملون فيها لهاللعبه وكثير اشياء يب شو صار يمكن وقعت علي ما كنت عم بتطلع ما بيأثر مهم قتلتها حانتبه ما تجي انه ما خليها توقع علي. فايه في كثير اشياء فيكم تعملوها فيها للعبه وانا من هالناحيه بحبها وانه بحسها مبدعه انه شو هذا كثير حلو يعني عن جد شيء كثير بيسلم. لازم خلي المركبه تضلها جالسه. اوكي مش الحال. هذا الجزء الثاني من المهمه خلص بعد في جزء واحد اللي هو مثل ما فيكم تتوقعوا انه شفنا الاي تي 80s شفنا الاي تي اس تيز بس ما شفناهم مع بعض. فهالمره حيجوا مع بعض وبدنا نحاربهم كلياتهم بنفس الوقت. فبهالطريقه مثل انه شوي شوي بيعرفوكم على شو هي الاعداء اللي ممكن تتعاملوا معها كيف فيكم تتعاملوا معها وبعدين بحطوكم اياهم كلياتهم بنفس الوقت لانه يلا تصرفوا. حجرب اقتلهم ما عم بصير. اوكي شو بدي اخليه علي مثل ما صارت المره. اوكي لنشوف شو في التنين اذا بتخلص منهم. اوكي بدنا نعمل هيدا هون. هلا المشكل انه انا بنصحكم نصيحه لازم انا اتبعها انه تخلصوا من الصغار قبل ما تبلشوا بالكبار لانه اذا قوصوا عليكم ممكن يخلوكم تفلتوا. نجح اوكي ممكن يخليكم تفلتوا الحبلة. هذا الشيء انتم ما بدكم اياه طبعا. بدنا نكسر فيهم هدول صغار بما انه هن الطريقة. بحب هدول المراوغات تعولا بسلو. هيدا واحد من الشيت الثاني. لا اوكي حنبلش فيه لهيدا. اوكي مش الحال خليك هيك خليك هيك خليك هيك. شو صار؟ اوكي يكون واحدة من الصغار قوصت علي. عم حاول بعد شوي ليكون في عندي مسافة أكتر. أنا عم سوق برجعة ليكون معي وقت أكتر أقدر سيبهم. لا 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 أوكي هاي واحدة. نلف من وراء. اوف هاي الثانية. يلا بعد في الثالثة. اوف قريبة. يلا بسيطة. اوكي فهمت. يا سيب فتت فيها كانت كثير قريبة الحق علي. طيب بسيطة بس في عندي حياة
حياة وحدة. اوكي هلا بنعمل هيك ونطلع. فهيك بيعرفوكم على كل المركبات اللي فيكم توجهوها وكيف تستعملوا المركبة اللي انتم عم بتسوقوها وكيف تخلصوا منهم. هلا نشوف اخر مهمة بالتدريب وهي الجانب المظلم، وهيدي الفكرة منها انه بس تعودوا شوي على كيف تلعبوا بالجانب المظلم اللي هن دارث فيدر، امبرور بالباتين وبابا فات كمان فيكم تلعبوا فيه. فعلا بلش المهمة. فهلا فيكم تنقوا انتم بين دارث فيدر وامبرور بالباتين، في عندهم قوات مختلفين. انا حنقي دارث فيدر والهدف انه نقدر اكيد نقتل قد ما فينا من الثوار ونستولي على المركز تاعولن. ففي هلا اعمل هيك وبقدف كل الضربات عليهم. في كمان اعمل شيء كثير حلو، واذا بكبس L1 بستعمل قوة الفورس. هدول معي. اذا كبست L1 بيقدر يستعمل قوة الفورس ليقتل حدا، يخنقه من بعيد. هلا بفرجيكم اياها كمان. وفيكم تشوفوا انه بيستعمل سيفه برد الضربات لعند الاعداء، فخلينا نخنق هيدا. فيكم تخنقوا. وقعت يلا قوم تعال هون ما نفكر حالك رايح. وفي اكيد كيف كمان السيف تعول عليها، مش السيف هو اساسا اسمه لايت سيفر بس يعني بالمعنى. اوكي وين بعد في تعال هون. يلا نكفي قتل. ما كان لازم اهمي هلا. يا أصدقائي هيا بنا نقتل الثوار. لو قد ما جبتوا عالم، لو قد ما جبتوا متمردين، خلني انا عم بربح لانه انا قوية. Yeah.
pools. They're trying to counterattack. Hold position. Move out. Destroy. Maintain fire. Don't let those reinforcements through. Okay, كثير كثار هاي دول. This guy is pumped. Deal with the rest. أبصر إذا في هذا. كيف بحب هيدا لما يقتلوا بيخنقوا بالفورس. وهذا امبير بالباتين. اذا لعبتوا بامبير بالباتين بصير فيكم تعملوا الكهرباء من ايديه مثل ما هو عم بيعمل هلا. على كل حال حنشوف كل الهيروز والفيلنز مثل امبير بالباتين، لوك سكاي ووكر، ليا هان سولو، كلياتهم حفرجيكم اياهم بالمهمات بالفيديو اللي حينزل بكره، فخليكم متابعين لتشوفون كلياتهم وكل القوات تاعهم مش بس دارث فيدر. فاذا شو فاجئتكم انا اليوم بالفيديو هي كل المراحل اللي بالتدريب، كل هدول شفناهم هلا وفيكم انتم تلعبون مثل ما قلت لحالكم او مع صديق، وفي نجوم فيكم تجمعون اذا بتخلصوا تحديات بقلب كل مهمه، وفيكم بعدين كل ما تجمعوا نجوم اكثر كل ما يطلع لكم اشياء فيكم تعملوا لها انلوك اكثر. خبروني بالتعليقات شو كان رايكم بهذا الفيديو، شو كان رايكم بالمهمات، واذا انتم تحمستوا تلعبوا ستار وورز باتل فرونت من وراء هذا الفيديو. بكره حفرجيكم المعارك وشو فيها بقلب المعارك، وبعد بكره اللي هو يوم الثلاثاء حنعملكم بث مباشر للعبه، فخليكم متابعين القناه وشوفوا كل الروابط باسفل الشاشه للمراجعه ولبعض التفاصيل عن كمان كل هدول التواريخ اللي انا هلا قلتهم. فهذا كان كل شيء، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بستار وورز باتل فرونت، انا عن جد كثير عم بحبها لهذه اللعبه وعم بلعبها كثير. خليكم متابعين قناه اليوتيوب لتشوفوا الفيديوهات المختلفه كمان اللي حنزلها للعبه. هذا كان كل شيء لليوم، ولكل شيء ثاني خاصه بستار وورز انتم بالمحل المضبوط، IGN الشرق الاوسط.